أعلنت الخارجية السويسرية عن تجميد 360 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 416 مليون دولار من أصول أموال تابعة للقذافي. وميدانيا قال متحدث باسم الثوار الليبيين إن كتائب القذافي أوقفت قصفها لميناء مدينة مصراتة اليوم بعد غارات جوية شنها الحلف حلف شمال الأطلسي على الكتائب، غير أن ميناء مصراتة لا يزال مغلقا. ومن جهة أخرى قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ إن الضغط الدبلوماسية الاقتصادية والعسكري سيستمر على نظام القذافي. وأشار هيغ إلى أن العمليات العسكرية قد تم توسيعها طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي. هذا وقد طردت بريطانيا السفيرة الليبية في لندن ردا منها على إحراق حشود موالية للقذافي السفارة البريطانية في طرابلس. هكذا كانت الأجواء أمام عدد من سفارات البلدان المشاركة في عملية حلف شمال الأطلسي ضد ليبيا فجر الاثنين. الحشود الغاضبة من مؤيدي القذافي أقدمت على أحراق السفارتين البريطانية والإيطالية وإدارة الشؤون التجارية والقنصلية الأمريكية في طرابلس، انتقاما لمقتل أحد أنجال القذافي الأحد وثلاثة من أحفاده في غارة جوية. نشعر بالأسف فيما يخص ما حدث للسفارات الأجنبية، وهذا الأمر حدث بعد الساعة 3:30 صباحا. ليبيا تعهدت بأنها ستحصر الأضرار التي لحقت بالسفارات الأجنبية وستقوم بإصلاحها، لكن ذلك لم يمنع بريطانيا من طرد السفير الليبي من لندن، فيما نددت إيطاليا بالهجوم على سفارتها وصفة إياه بالعمل الخطير والدنيء. وفي رد فعل آخر غادر الموظفون الدوليون التابعون للأمم المتحدة ليبيا بعدما اقتحم متظاهرون مجمع المنظمة الدولية. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن قرار مغادرة البلاد يقوم على الوضع الأمني العام بطرابلس بشكل عام. في هذه الأثناء يتواصل قصف كتائب القذافي على ميناء مدينة مصراتة في غرب ليبيا، الأمر الذي أوقف الإمدادات الإنسانية لمستحقيها المحاصرين في المدينة. وتنتظر سفينة ريد ستار وان التابعة لمنظمة الهجرة الدولية قبالة شاطئ توقف القصف لتسليم مساعدات وإجلاء مهاجرين. القصف العشوائي شمل أيضا المناطق السكنية القريبة للميناء، وتحدث شهود عيان عن قتال يدور بين كتائب القذافي والثوار للسيطرة على المطار قرب مصراتة، فضلا عن اشتباكات في جيوب أخرى غربية المدينة. المستشفى الرئيسي في المدينة لم يعد قادرا على استقبال مصابين جدد، والوافدون من الجرحى في حالة خطرة يواجهون الموت على عتبة قسم العناية المركزة في انتظار شغور محتمل. في غضون ذلك بدأ فريق من المتطوعين حملة لرفع الجثث من شوارع المدينة المحاصرة منذ نحو شهرين، بعدما أصبح انتشارها يهدد بظهور الأوبئة والأمراض. أعداد كبيرة جدا من الجثث تتجاوز الألاف، ألاف من الجثث متحللة ومرمية في كل مكان. المعارك في مصراتة خلفت مئات القتلى بحسب منظمات إنسانية، منهم مدنيون كثر، ويتوقع أن ترتفع القائمة بعد انتهاء المهلة التي حددتها طرابلس للثوار لإلقاء السلاح مقابل العفو كما تقول، والتي تنتهي الثلاثاء. معنا من مصراتة الصحفي محمد أبو شعالة. سي محمد، لو تلخص لنا أبرز ما شهدته اليوم مصراتة من أحداث. ألو سيد محمد أبو شعالة. ألو نحن نسمعك سيد محمد. معك سمع. نعم الصوت للأسف يصلني ضعيف هنا في الاستوديو. سألتك لو تجمل لنا أهم ما شهدته مصراتة اليوم. أهم الأحداث التي تتعلق في مدينة مصراتة هو تواصل القصف باستمرار على مدار الساعة. هذا القصف الذي يطال كل مناطق مدينة مصراتة، كذلك طال الميناء بأكثر من 100 صاروخ جراد هذا اليوم. محاولة نظام القذافي الانتقام والإبادة لأهالي مدينة مصراتة مستمرة. هذه رسالتهم التي وصلت إلى كل أهالي مصراتة. هم يتكلمون عن
التسليم أو غيرها من الأمور في أولانيا، ولكن ما يراه أهالي مدينة مصراتة من قبل كتائب القذافي لا يروا سوى القصف والتدمير والقتل. هذه هي الرسالة التي وصلت إلى أهالي مدينة مصراتة. يوم أيضا دارت حاولت كتائب القذافي بالأصح الدخول من عدة محاور، من ثلاث محاور شرقا وغربا وجنوبا، في الشرق عند مدينة عند منطقة الطمينة تصدت ثوار بهجوم لكتائب القذافي واستطاعوا صدهم وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد. كذلك الأمر في منطقة تروية غربا، وكانت هناك محاولة أيضا للتهجم في منطقة الغيران، واستطاع الثوار صد كل هذه الهجمات وتكبيد كتائب القذافي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. نعم. طيب، بالأمس كان هناك حديث عن توجه عناصر أو مجموعات أخرى من كتائب القذافي نحو مدينة مصراتة، ووقتها عبر البعض من داخل مصراتة عن خشيتهم بأن تتعرض المدينة لهجوم كاسح وربما لمجزرة. هل لمستم ربما دخول عناصر أخرى إلى المدينة أو مجموعات مسلحة أخرى وتكثيف الهجمات على المدينة؟ بالنسبة لدخول مدينة مصراتة هذا أمر مستحيل لكتائب القذافي. مدينة مصراتة بكاملها أو كامل مناطقها هي تحت سيطرة الثوار. هناك معلومات أكيدة عن تحشيد قوات كبيرة لكتائب القذافي عند حدود مدينة مصراتة شرقا وجنوبا وغربا. هذه القوات والتي حاولت فيها اليوم الدخول لمدينة مصراتة وقوبلت بالصد والرد. الثوار هنا متخطئون لأي محاولة قد تقوم بها كتائب القذافي في التوغل على الأرض، وهذه محاولات يومية، وهم يحشدون قوات معنويات كجنود الكتائب القذافي منهارة جدا. فهذا ما أكده لنا الثوار عندما أثروا بعض المجموعات منهم، أكدوا أن معنوياتهم منهارة وأنهم يتلقون في أوامر يرفض كثيرون منهم تنفيذها، ويزج بهم في معركة خاطرة في مدينة مصراتة. طيب، بالنسبة للميناء هل ما زال مغلقا؟ هل ما زال التركيز من قبل كتائب القذافي على قصف هذا الهدف؟ ميناء مدينة مصراتة كغيره من مناطق مدينة مصراتة لم يتوقف القصف، وهذا المنفذ الوحيد لمدينة مصراتة. اليوم كما ذكرت لك تم قصفه وبالأمس، وفي كل ساعة تحاول كتائب القذافي استهداف الميناء كونها تعلم أنه هو حلقة الوصل بين مدينة مصراتة والعالم الخارجي. فعبر هذا الميناء تصل المساعدات الإنسانية إلى أهالي مدينة مصراتة. هذه المساعدات التي تخفف من معاناة الأهالي وأهالي المدينة الذين يتعرضون للحصار منذ أكثر من شهرين. نعم، ماذا بخصوص الحياة بالنسبة للسكان من حيث المواد الغذائية، من حيث الوقود، من حيث يعني الأدوية وغير ذلك؟ بالنسبة للأمور المعيشية في مدينة مصراتة هي أمور صعبة وتزداد صعوبة في ظل هذا الحصار الخانق وفي ظل استهداف الميناء. هناك نقص في المواد الغذائية، في الأدوية، هناك انقطاع للمياه، هناك انقطاع للكهرباء والاتصالات. كل هذه الأمور مجتمعة تشكل معاناة كبيرة لأهالي مدينة مصراتة. ولكن بعد طرد كتائب القذافي من وسط المدينة بدأت الحياة ترجع تدريجيا، المحلات تفتح، المخابز تعود إلى حركتها في ظل نقص للدقيق وغيرها من الأمور. ولكن أهالي مدينة مصراتة يحاولون بقدر الإمكان أن يتماشوا مع هذا الوضع وأن يثبتوا صمودهم وتحديهم بكل ما يتعرضون له من قبل هذا النظام الفاشي وما يلحق بهم من قتل وتدمير. شكرا لك محمد أبو شعالة الصحفي من مصراتة. هذا وقد أعلنت قبائل الصيعان في الجبل الغربي شمال غرب ليبيا في بيان لها تأييدها لثورة 17 فبراير وتشكيل ائتلاف لمساندة الثورة والثوار حتى تحقيق أهداف الثورة الليبية.
نعلن نحن الثوار 17 من فبراير من قبائل وأهالي السيعان في مدينتي بدر وتيجي وفي شتى ربوع ليبيا الحبيبة عن تشكيل ائتلافنا تحت اسم ائتلاف 17 من فبراير لشباب وقبائل الصيعان في مدينتي بدر وتيجي. ونحن إذ نعلن عن ائتلافنا هذا نتعهد أولا تعهدنا الكامل بالعمل من أجل تحقيق أهداف ثورة الشعب الليبي ضد نظام العقيد القذافي وإرساء دولة القانون والمؤسسات والحريات على كافة الأراضي الليبية. ثانيا نؤكد دعمنا الكامل للمجلس الوطني الانتقالي الموحد كممثل وحيد للشعب الليبي في هذه المرحلة الانتقالية. ثالثا العمل على وحدة وسلامة التراب الليبي. رابعا دعوتنا لأهلنا في بدر وتيجي من أفراد وشيوخ قبائل وضباط صف وأفراد الشرطة وضباط الجيش والعاملين من قبائل الصيعان في سلك الكتائب الأمنية في الجبل الغربي بالالتحاق بركب ثورة 17 من فبراير والتبرؤ من القذافي ونظامه الآن وفورا قبل أن يفوتهم شرف السبق والمشاركة في هذه الثورة. فالفرصة ما زالت سانحة وعيون أبنائهم وأهلهم وجيرانهم متطلعة إليهم بأن يتخذوا هذه الخطوة الجريئة ليكونوا بذلك عونا لإخوانهم من أجل إسقاط هذا النظام الظالم وليجسدوا معنى الوحدة الوطنية التي يسعى القذافي لتمزيقها بضرب القبائل بعضهم ببعض. خامسا وإلى الموالين والمداهنين للنظام من أفراد اللجان الثورية وأعوان الأجهزة الأمنية وغيرهم من أبناء بدر وتيجي عليكم الإصرع في التخلي عن هذا النظام وعدم التمادي في حالة الخيانة والخنوع والمشاركة في العدوان على أهلنا في بقية مدن الجبل الغربي وبقية المدن الواقعة تحت حصار وعدوان العقيد القذافي والعمل على مساندة الثورة والثوار ما دام الباب مشرعا وصدور إخوانكم الثوار الشرفاء الأحرار مفتوحة أمامكم لاحتضانكم. سادسا وأخيرا إلى أهلنا سكان الجبل الغربي على اختلاف قبائلهم من عرب وأمازيغ نؤكد دعمنا لكم والتحامنا بكم وتبرؤنا من كل من يقف في صف هذا النظام الفاسد من قبائل الصيعان وإن كانوا آبائنا أو أبنائنا أو إخواننا ولا أنتم أحب إلينا وأقرب إلى قلوبنا من القذافي وأزلامه. يشهد المركز الإعلامي لثورة 17 من فبراير في بنغازي حركة نشيطة، فالشباب في هذا المركز يساندون الثورة بالتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة وأيضا بإقامة نشاطات ومعارض فنية. مراسل الجزيرة طارق الشامي زار المعرض في مدينة بنغازي وأعاد التقرير التالي.